ومن أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن وعظمها، ثم ذكر فتنة الأحلاس ثم ذكر فتنة السراء، قال عليه الصلاة والسلام: ودخنها من تحت رجل من أهل بيتي النسب يزعم أنه مني، يعني في الدين، وليس مني، إنما أوليائي الصالحون. سميت السراء إما لأن العدو يسر بها لما يرى من ضعف المسلمين، أو أنها سراء باعتبار ما وسع عز وجل على هذه الأمة في المال والمتع فعصوا الله عز وجل فسروا بذلك، فكانت العاقبة وخيمة.